السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض شوربة تجنن، شوربة لسان العصفور المصرية الأصيلة. ناس كتير قوي بتقول لسان العصفور بيعجن منها، وناس كتير ما بتعرفش ازاي تجيب طعم لسان العصفور المصري الأصيل. عندي صحاب كتير برا دقوها في مصر أو دقوها في مطاعم مصرية ونفسهم يشوفوا السر من الألف للياء. النهاردة هنعملها مع بعض من الألف للياء، حرفيا من أول سلق الدجاج، إزاي نطلع شوربة حلوة للسان العصفور، وإزاي لسان العصفور ما يعجنش مننا. يلا بينا، تعالوا نبدأ. مبدئيا كده عشان أطلع شوربة حلوة بتبل الدجاج بتاعي ببصل وملح وفلفل، وياريت بقى قبلها بساعتين تلاتة الدجاجة تكون متبلة. اهو انا عندي بصل مفروم، هحط عليه ملح وفلفل اسود، وهحط التتبيلة دي على الفريخ. كل ما صغر حجم الدجاجة كل ما طلعت الشوربة احلى واحلى. انا هسلق هنا للشوربة فرختين، بس انا عامة بتبل بزيادة، فكنت بتبل بالمرة عدد اكتر، ما بعملش تفريزات، بس انا دايما بتبل واشيل، يبقى عندي حاجات جاهزة متبلة. يعني ممكن ابقى متبلة دجاجة زي دي واخدها كده على طول نعمل الشوربة، يا دوبك تفك. بصوا بقى شايفين انا بعمل ايه، انا بحط البصل والملح والفلفل بتوعي، بمسش بيه الدجاجة وبحط تحت الجلد، يعني عايزاها تشرب من التتبيلة كويس قوي قوي. ده هيساعد جدا ان الشوربة يطلع طعمها وهمي زي ما انتوا شايفين كده، بحط جواها في بطنها وتحت جلدها وعلى الجلد من بره وفي كل حتة. انا هسلق دجاجتين، وعلى فكرة انا بغسل الدجاج كويس جدا جدا، شايفين ناس ما بتغسلوش، وانا مش من المدرسة دي تماما، انا بمرشه وبحميه. هنزل بسمنة بلدي او جي هندي، عشان مش دايما بلاقي السمنة البلدي، جي هندي قريب جدا جدا من السمنة البلدي. عايزين بقى نعمل شوربة أصيلة أصيلة بالضبط زي اللي بناكلها بتاع جداتنا. وحنزل بفصين ثلاثة من المستكة يسيحوا، ما عندناش مستكة مش مشكلة، بس جربوا لو عندكم مستكة حطوها وشوفوا. وبعد كده حنزل أدي صدمة للدجاج في السمنة البلدي دي اللي انا سبته مثلا في التتبيله دي ساعتين ثلاثه. اوكي، هنزل بقى اديله صدمه لان انا عايزاه ياخد لون. هنزل عليه بقى بحبه هان فلفل اسود حب، وورق لورا لو حابين. انا اوريدي متبله بالبصل، بس البصل ده حاجه وده حاجه. هنزل كده ببصل صحيحه متقسمه اتنين شرايح، انا كان عندي بصل شرايح فده بيدي طعم حلو قوي. احنا كده كده هنصفي الشوربة فمش مشكلة. عايزين نحط عود كرفس نحط، مش عايزين، براحتنا. عايزة الفرخة تاخد صدمة وتاخد لون، يعني هوريكم ازاي انا بوصل ان هي تاخد معايا لون. ده احلى تكنيك تاخدوا فيه شوربة ممتازة. شايفين لما بقلبها ابتدت تاخد لون ازاي، انا عايزة بقى اللون ده يوصل للفراخ كلها، اهو لجميع النواحي على قد ما نقدر، تاخد كده صدمة ولون. اول ما احس انها خدت اللون اللي انا عايزاه هبتدي بقى انزل بمية مغلية تغطي الدجاج وغطي عليه واسيبها تغلي براحتها لغاية ما الفراخ تتسلق معانا وتقدروا تختبروها. الفراخ دي انا بحمرها بعد كده في زبدة في سمنة بعد ما بتتسلق، المهم احنا عايزين الشوربة. بصفي الشوربة بقى بتاعتنا اللي هنستخدمها اهو بمنتهى السهولة. فحطيته بقى حب ما حطيتوش حب، اللي انتوا عايزينه، بصل مقطع بصل مش مقطع، زي ما انتوا عايزين. كده كده هنصفيها تماما من اي حاجة من اللي احنا حطيناه. يلا بقى بينا نعمل شوربة لسان العصفور. عندنا الشوربة بتاعتنا جاهزة، ولما نيجي نعمل لسان العصفور هنبقى حطيناها على النار عشان هنستخدمها دافية او سخنة كمان. في الحلة بتاعتي انا خلاص بقى حطيت سمنة في الفراخ، مش محتاجة بقى سمنة تاني. انا محتاجة هنا زيت، معلقتين تلاتة من الزيت اللي هنحمر فيهم لسان العصفور، مش كتير خالص اهو. انا نزلت حوالي معلقتين تلاتة، وهنزل بفصين من المستكة برضو، دي حاجة اختياري، ما عندناش مستكة ما نحطش، بس انا بقى بجيب لكم الاخر كده. هنزل بالفصين يسيحوا مع الزيت،
وهنزل بقى بكمية لسان العصفور اللي انتوا حابينها، حسب في ناس بتحب اللسان العصفور يبقى كتير في الشوربة وناس لا. مهم قوي عشان نعمل شوربة لسان عصفور مش معجنة ولسان العصفور ما يشربش مننا مية او شوربة كتير، وهقول لكم التكنيكس. بس احنا محتاجين نوع كويس ما يكونش النشا فيه عالي قوي، في انواع بتفرش بسرعة جدا عن الطبيعي، فاحنا ننقي نوع كويس علشان تطلع معانا مظبوطة. وابتدي بقى احمر لسان العصفور في الزيت لغاية ما ياخد اللون اللي احنا حابينه، بنقلب فيه من وقت لوقت كده، منسيبوش عشان عايزاه كله يطلع لون واحد، يعني مش عايزة الاقي حتة سودة وحتة ذهبي، انا عايزة اوصل للون الذهبي الغامق مش الفاتح. واللي ما جربش قبل كده ما يقلقش من اللون الغامق، لان لسه لما نحط مية او شوربة هيفتح معايا. تقريبا انا قربت اوصل للون اللي انا عايزاه، بس تعالوا بقى اقول لكم على الحاجة اللي هتخلي لسان العصفور ما يشربش مننا مية. هحط مية مغلية اغطي بيها لسان العصفور كأني هعمل رز. ايوة مية مغلية مش الشوربة، في ناس كتير ما بتعملش الخطوة دي وبتحط الشوربة على طول على لسان العصفور فبيشرب لها نص كمية الشوربة. لا، احنا هننزل بمية الاول على لسان العصفور زي ما انتوا شايفين كده اهو، اول ما المية دي هي مغلية اصلا هغطي بقى النار شوية اخليها تتشرب كأني بعمل رز، بس مش هغطي النار زي الرز، يعني يدوبك اخليها متوسطة. لسان العصفور هنا هياخد المية المغلية ويتسلق فيها او يشرب المية المغلية، فما يحتاجش ياخد من الشوربة حاجة خالص، ودي احسن حاجة واحسن طريقة تعملوا بيها شوربة لسان العصفور عشان ما يشربش منكو الشوربة وياكلها كله لوحدها. او شايفين ازاي بيغلي كأني بعمل رز، انا مش معلية النار قوي خلاص، انا موطيها اهو بدأ يشربها. ما روحش بقى احط مية كتير قوي، ايدوبك اغطيها بيها كأني هعمل رز. بصوا بقى مفلفل ازاي وشرب المية المغلية وبقى يجنن. دلوقتي بقى نقدر ننزل بالشوربة بتاعتنا، والشوربة تكون سخنة يعني نسخنها قبل ما ننزلها. يلا بينا ننزل بالشوربة. يدوبك اهو تاخد غلوة، وتعالوا اقول لكم على التكة اللي انا دقتها مرة زمان في مطعم مصري مشهور قوي وعجبتني جدا الفكرة وبقيت اعملها على طول. هنزل بجزرة مبشورة، ودي حاجة اختيارية، عايزين تعملوها اعملوها بس جربوها تبقى حلوة قوي. الجزرة مش هتاخد وقت خالص في السلق، عقبال ما تتسلق اظبط انا بقى الملح والفلفل بتوعي، ادوق واشوف بقى محتاجة عصرة ليمون، محتاجة ملح، محتاجة فلفل، ونظبطها. ويلا بينا بقى تعالوا نروح نغرفها. شايفين مفلفل ازاي مش ملزق في بعضه مش معجن، شايفين الجمال؟ يلا على الغرف. بصوا بقى الحلاوة، انا كده وفيت بوعدي ان انا اعمل لصحابي الشوربة لسان العصفور اللي دقوها في مصر، وفي نفس الوقت الناس اللي كان بيعجن منها لسان العصفور او محتاجة تعرف احنا بنعمله ازاي في مصر، الفيديو ده هيكون مفيد بالنسبة لهم جدا، لان انا شرح كل حاجة بالتفصيل. اللي ما شافش بقى البلاي ليست بتاعت الشوربات بتاعتي فايته كتير قوي، روحوا شوفوها. لو ما شفتوهاش هحط لكم اللينك في اخر الفيديو، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل حاجة جديدة. باي باي.